السلام عليكم. أنا دكتور خالد فرشد، أخصائي تقويم العمود الفقري والعظام، جراح عام، ماجستير جراحة طب عين شمس القاهرة، وفيلوشيب أوف أونكولوجي، زمالة في علاج السرطانات يونيفرسيتي أوف ميامي فلوريدا يونايتد ستيتس، ودكتوراه في الكيربراكتيك جامعة بالمر في أيوا في يونايتد ستيتس. هذا العلاج الجديد نسميه كيربراكتيك ميديسن، تقويم العظام. وانا شرحت في فيديوهات سابقه ايه بالضبط الغرض من هذا التخصص وايه الحالات اللي ممكن علاجها، لكن ما شفناش ناحيه عمليه، كان كله يعني ثيوريتيكال اكسبلانيشنز، ازاي الفقرات ممكن تكونش في وضعها السليم، بنسميها سبلكسيشن vertebral subluxation، وتأثيرات هذا، التأثيرات التشريحية anatomical والفسيولوجية من وظائف الأعضاء، وكذلك الباثولوجية وتأثيرات كل ده. لكن النهاردة هجينا مريض وهوريكم بالظبط ازاي ان احنا هنكتشف vertebral subluxation ووضع العظام غير طبيعي، وازاي هيبان تأثيراته قدامكم، وازاي هنعالجه، وهتشوفوا بالظبط الخطوات. هذا المريض جيمس ألم من إلينوي شيكاغو يونايتد ستيتس، تعرض الى حادثين سياره، وكان في هذا الوقت تحت علاج الكيربراكتيك، فده عمل تحسينات كثيره، والحقيقه ادى الى عودة المريض إلى نشاطه وعمله بكفاءة. طبعاً إحنا يعني متخصصين في هذا المجال، لينا equipments يعني معدات مختلفة عشان نقدر نعالج ونقاوم العمود الفقري من غير ما نسبب ألم. المريض بيجي عنده ألم، يعني ساعات بتبقى ألم مبرح، بعضهم ما بيقدرش حتى يمشي. فعشان كده نسميها الترابيزة، ترابيزة الدكتور مختلفة عن الترابيزة العادية أو التيبل. التيبل ممكن نقول عليها طاولة أو ترابيزة، يعني التيبل قريبة من الطاولة شوية، فإحنا بنقول طاولة باللغة العربية الفصحى يعني، لكن إحنا عندنا في مصر بنقول عليها ترابيزة. فما يعني سموها زي ما سموها، لكن الفكره ان مختلفه خالص عن الطاوله العاديه اللي هي الطبيب العادي. والسبب ان احنا لينا اسباب، احنا عايزين نعرف هل في شورت ليج ولا ما فيش شورت ليج. الطاوله مختلفه جدا اللي احنا بنستخدمها في تقويم العظام، انتم ملاحظين انها مقسمه الى اجزاء، ما هياش سليفر زي اي طاوله لاي طبيب اخر. وكمان احنا عايزين نعرف ان المريض لو عنده رجل اقصر من رجل شورت ليج، فعشان كده هذه الطاوله تاخذ وضع افقي كذلك. يعني انا هوريكم ازاي ده بيحصل، وانا هي بشرب كهرباء، فانا لو دوست هكذا على الزرار ده هترتفع الطاوله الى اعلى، وحكم المريض ان يقف على الخط ودي وينام على الطاولة، وبعدين أنزل الطاولة بهدوء وأبص أشوف هل في شورت ليج ولا لا. يبقى أنا الحقيقة خدت وقفته، المريض واقف ما غيرش وضعه، فأنا فريزنج الوقفة دي يعني مثبتها، وبالتالي لو في أي شورت ليج هيبان. لكن لو الطاولة عادية وأقول للمريض نام على الطاولة، هتبص تلاقي انه هيريح نفسه وبتاع، بس ما مش هلاقي شورت ليج في غالب الاحيان. فاذا دي من وظائف هذا التحرك الميكانيكي للطاوله، عشان بس اعرف اذا كان في شورت ليج ولا لا. وكذلك في مرضى ما يقدروش لحالتهم الصحيه ان هم يطلعوا على ترابيزه زي كده، فده من سهلهم يعني، من اسهل الاشياء انه بيجي عادي كأنه ماشي، وبعدين كمان بعد العلاج ما يقدرش يقوم، ولو قام
لو ما فيش هذه الطريقة مطولة عادية بعد العلاج هيبقى عملية قومه صعبة كذلك، وممكن هو بيقوم ترجع السبلاكسيشن اللي احنا عالجناها فيبقى ما بنفيدش المريض. فده أول حاجة احنا يعني بنستخدمها عشان نعرف ان في شورت ليك. بعد كده المريض بيبقى على الطاولة، بننزل الطاولة مرة أخرى بهدوء، وفي يعني أمن كبير في سيفتي في الطاولة دي بحيث ما تأذيش حد وما تضرش أي حد. كذلك احنا قلنا انها مقسمة الى اجزاء عشان خاطر لو انا عايز ارجع المريض نايم على بطنه فانا شايف الفقرة، لو انا لقيت فيه فقرة معوجة وعايز اعدلها، لو انا حاولت اعدلها وهي فيها الم اوريدي هتبقى اكثر الما، يعني اي لمسة فيها هيزود الالم، احنا مش عايزين نعمل كده. فالفكرة ايه؟ ان احنا بنقلل بقدر الامكان هذه اللمسة ونخلي ان الترابيزة نفسها هي اللي تتحرك، هي بتاخد الفقرة وتتحرك، فبالتالي يبقى انا بقوم بضع الفقرة في وضعها السليم من غير ما يحصل اي الام، وده شيء طيب. يعني مثلا لو انا عندي مشكلة في اسفل الظهر ممكن ارفع هذا الجزء وهذا الجزء هكذا، فانتوا شفتوا القطعتين دول ارتفعوا لفوق، اجي عند اللمبر اريا اللي هي الفقرات القطنية، لو لقيت فقرة مثلا معوجة افرض رقم 4 مثلا وانا شايف انها عايزة تعدل، فانا لما باجي ادوس عليها فهذه الفقرة بضع يدي في اتجاه معين، بحط ايدي التانية عليها بطريقة معينة هبقى اشرحها لكم، وبص تلاقي لما اجي ادوس على طول هذه القطعة من الطاولة هي اللي بتنزل بتاخد الفقرة وبتتعدل من غير ما انا ابذل مجهود ولا ادفع بشدة ولا اسبب الم للمريض. فبالتالي تقويم العظام كلها بتبقى بلا الم، وده شيء مهم. المريض عنده الم اوريدي مش عايزين نزود الم. بالاضافه للطاوله المختلفه عن طاوله الاطباء العاديين في معدات خاصه بنستعملها. تقويم العمود الفقري او العظام ممكن باليد من غير اي جهاز، لكن مع مرور الوقت يعني ابتكرت معدات لتسهيل هذا التقويم ولجعله يعني سهل واقل معاناه للمريض. فبالتالي هي يعني معدات بتسهل عمل الطبيب وبتريح المريض في نفس الوقت. فبدال ما انا اقوم العظام بايدي لا، ممكن بجهاز بنسميه اكتيفيتور ان هو بياكتيفيت. فالادوات دي زي الاكتيفيتور مثلا، هذا هو الاكتيفيتور. بدال ما انا ازق الفقره لوضعها في وضعها السليم لا، انا بستخدم هذا الجهاز اللي أنا بيدفع العظمة ويعود بها إلى المكان السليم. طبعاً بيعتمد على أي أكسس أي محور أنا بستخدمه، وكل حتة بيبقى ليها محور معين. بالإضافة إنه كل العظام مش بقوة واحدة ومش باحتياج لقوة دفع مساوية، ففي قوة دفع مختلفة، فهنا عندنا قوة دفع مختلفة 4 قوى من 1 2 3 4 قوى مختلفة. ثبت بالأبحاث إن الفقرة الحقيقة مش محتاجة قوة كبيرة عن 4 اللي هي عبارة عن 4 أونسز، كفيلة بأنها ترجع العظمة لوضعها السليم أو الفقرة، مش أكتر من كده، مش محتاجين عضلات ولا مصارعة عشان نرجع الفقرة لوضعها السليم. وده ميكانيكال، الفكرة انه بيدفع وبيدفع العظمة، وفي يعني نهاية دقيقة، فبتبقى بريسايز مور انا ازاي برجع الفقرة على محورها السليم. تطور هذا الاكتيفيتور، ده اكتيفيتور رقم 4،
كان في سلسلة من الاكتيفيتورز قبل كده أقل يعني تكنولوجيا من ناحية الكلينيكية، لكن وصلنا إلى الاكتيفيتور رقم 5، وده الحقيقة بيشتغل بالكهرباء وبتشحن باتري، ويمتاز عن الاكتيفيتور الميكانيكال إنه هو أكثر يعني سهولة للمريض، وإن كان وزنه للطبيب يمكن أكثر من 6 مرات في الوزن، لكنه خدمة للمريض سوفتر وأقل يعني حدة من الميكانيكال وان، والمرضى مبسوطين منه جدا. كذلك في جهاز تاني بيسموه الامبلس، وده برضو إلكتريك، ويمكن يدي تحركات متتالية لضبط الفقرات أو للعمل على التريجر بوينتس اللي بتبقى موجودة في العضلات. العضلات المتقلصة مع مرور الوقت الطويل بتكون فيها أجزاء متصلة بالأعصاب وبتعمل هذه التقلصات، فإحنا لما بنشتغل عليها العضلات بتسترخي، وده بيفيدنا جدا. كان زمان بيستعملوا الإصبع الصم ويدوسوا على هذه التريجر بوينتس بهذا الشكل، واخترعوا حاجات ميكانيكال برضو. دلوقتي وصلنا إلى هذا التقدم اننا نستخدمه بالكهرباء، وده كونكتد على طول مش باتري زي ده، ده كونكتد بالكهرباء على طول. وكذلك لو العضلات يعني فيها تقلص شديد وفيها يعني احتياج لمساج، فممكن نعمل مساج يدوي زي ما احنا عارفين المساج اليدوي، لكن برضو من ضمن المساجات الكهربائية، فهذا هو نستخدمه ان احنا بنعمل مساج على العضلة، وخاصة العضلات القوية في أسفل الظهر عندنا 4 طبقات من العضلات، أقوى عضلات في الجسم كله، اللي هي بتخلي الإنسان يقدر يقف. الحيوان ما عندوش قوة العضلات دي، وعشان كده هو دايما يمشي على 4. فهذه العضلات بتحتاج جهاز قوي، وده اسمه actually Terminator، وليس مو Terminator لأنه بيحل المشكلة، الحل النهائي للمشكلة، فبيترمينيت البروبلم يعني بيضع الحل النهائي للمشكلة. الحل النهائي لما يكون العضلات شديدة التقلص، يعني أنا أعالج وأرجع الفقرات لوضع طبيعي، لكن العضلات اللي جنبه بتبقى متقلصة محتاجة يعني أنها تتعالج، فده بيخدمنا جدا. وكمان احنا عارفين الإليوتيبيال باند في الفخذ انه قوي جدا، فبيحتاج برضو لما يكون في مشكلة وتقلص نحن نعالجه بهذا الشكل، ودايما من أسفل إلى أعلى مع السريان والفلو بتاع الليمفاتكس، سواء الليمفاوية اللي هي من الأطراف بتصل إلى القلب ومن الأعلى إلى القلب، فكل المساج دايما من تحت إلى فوق ومن فوق إلى تحت ويصل إلى مستوى القلب. فده باختصار بعض المعدات، وإن كان في معدات أكتر وأكتر، يعني مثلا نحتاج نعمل ألتراساوند ثيرابي، إلكتريك ثيرابي، راشن ثيرابي، معدات كثيرة الفيزيكال ثيرابي دكتورز بيستخدموها، إحنا كذلك بنستخدمها. فطبعاً تعرفين الفيزيكال ثيرابي، بين الفيزيكال ثيرابي والكايروبراكتيك إنه كايروبراكتيك بيقوم العظام، أما الفيزيكال ثيرابي فهو أكثر عمله على السوفت تيشو، على العضلات، على الأربطة، على التيشوز. وإن كان أحياناً الفيزيكال ثيرابي برضو بيفيد للمفاصل، خصوصاً لما نحتاج نعمل رياضات معينة و يعني ريهاب
للعمود الفقري او المفاصل. الكيروبراكتيك الحقيقه بيستخدم الفيزيكال ثيرابي از ادجوفنت كمساعد لتقويم العظام، فهو ليس العمل الاساسي له ولكنه مساعد لعمله ويحسن من نتائج عمله ومن سرعه الشفاء والعوده الى الحاله الطبيعيه. النهارده وريناكم الادوات اللي احنا بنستعملها في علاج المرضى والطاوله وازاي بتفيدنا في هذا المجال. المره الجايه هنتكلم عن اسباب السبلكسيشن، ازاي الفقرات ممكن تتعوج وما تبقاش في مكانها الطبيعي، وازاي بنعالج المريض لما يجي في اول زياره وازاي بنعالجه بعد كده في الزيارات اللي بعديها. وارجو ان يكون ده الفيديو مفيد ليكم، وان شاء الله نشوفكم المره الجايه. واذا كان في اي سؤال احنا نرحب بكل الاسئله، والسلام عليكم ورحمه الله.